مرحبا يا أطفال، لدي اليوم تحدي لكم. اليوم سنلعب الغميضة، لكن الاختباء يكون على حسب الصناديق الملونة. كل لاعب عليه الحصول على لونه من عجلة الحظ ويتذكر لونه. بعد ذلك كل لاعب لديه 5 دقائق للاختباء في الصندوق المطابق للونه. وإذا عثرت على أحد منكم عليه الانضمام إلى فريقي والبحث عن الآخرين معي، والغش ممنوع. هل فهمتم كل شيء؟ نعم. أصفر، أزرق، زهري، أخضر، أحمر. قناة فانيا مانيا. فلنبدأ. هل اختبأتم؟ أنا قادم بعد قليل. فكرة. لنجرب هذا. صغير جدا. هذا هو حجمي. ستيفي، هل تحتاجين مساعدة؟ نعم، ساعدني على الدخول. حسنا. بسرعة يا ستيفي. المساحة كبيرة هنا، عجبتني. أوه، سأختبئ هنا. إنها صغيرة جدا. هذه جيدة، لن يجدني أبي بالتأكيد. لنبحث هناك. بأي صندوق سأختبئ؟ هذا كبير جدا. ربما هذا كبير أيضا. هذا هو. لن يتوقعوا أني بصندوق صغير. ليس لوني. أوه. الوقت انتهى. أنا قادم لكم. أنا هنا وأنا قادم لإيجادكم. لدي فقط 3 محاولات لكل لون. إن أردتم أن أرى ما في داخل هذا الصندوق، ضعوا إعجاباً على الفيديو. الأخضر، إنه لون مانيا. أوبس. ماذا هناك؟ مضحك جدا. خسرت محاولة. أين أنتم؟ يا رفاق. فانيا، أحد ما هنا؟ مانيا، أين أنت؟ هيا.
هذا صندوق صغير، من يختبئ هنا؟ دعوني أحذر، صرصور؟ لا أدري. هذا الصوت، أحدهم عطس. من أين أتى هذا الصوت يا ترى؟ دعوني أحذر. ليس من هنا، لكن الصوت أتى من هذه الزاوية. أها، وجدتك. جيد، لست أنا. أنا سعيدة جداً برؤيتك بابا. بابا وجد ستيفي. ستيفي، دعينا نبحث عن الآخرين، هيا. نعم. حسناً، لقد خسرنا واحد. أحتاج الحمام. ستيفي، ما رأيك؟ ربما أحدهم هنا. لا لا، ماذا عن هذا الصندوق؟ لا. وهذا الصندوق الأخضر؟ لا. أليكس، هل أنت هنا؟ لا. أوه لا، إنهم قريبون. أوه لا. هؤلاء الأطفال مزعجون. الصوت يأتي من هنا. كيف أتيت إلى هنا؟ ماذا كان ذلك؟ داشا، لقد وجدتك، لقد وجدتني. لقد وجدتني. لذيذ. يا فتيات، دعونا نرى الصناديق عند عجلة الحظ. لا، لن يختبئ أحد بهذا القرب. من فضلك لنفتش. أوه يس. أليكس. بقي اثنان فقط. علي أن أبقى هادئة حتى لا يجدونني أبداً. سأفوز هذا التحدي بالتأكيد. يجب على اللاعبين الانتقال من صندوقهم إلى آخر، لكن يجب أن يكون بنفس اللون. لديكم فقط 30 ثانية. هيا أغمضوا أعينكم. سوف تصبح اللعبة أكثر إثارة، هيا. لونك الغش، لونك هو الأحمر وليس الأزرق. حسناً مانيا، كنت أمزح فقط، لا تغضبي. سوف أراقبك. Excuse me. لقد فهمت. أنا أراقبك. لا، سوف أكون عادلاً، لن أغش. Excellent.
تبقى فقط مانيا وفانيا. هيا جاهزون؟ بالطبع لن يردوا على هذا السؤال. أظن أن فانيا مختبئ هنا. لا، أين أجده؟ لنفتش الصندوق العملاق. فقط وجدت عنكبوت. هذا اللون الخاطئ، لقد قلت الأحمر أو الأخضر. أظن أن علينا البحث في غرفة أخرى، لكن عليكم الانتباه لأي صوت. حسناً؟ نعم بابا. تريدون هذه؟ 1، 2، 3. لا فارغة، أعتقد أنه ليس هنا. لنفتش هذه الصناديق. هيا لنذهب أليكس لنفتش. لا، لا أعرف أين مكانهم، لكن علي أن أجد مكاناً آخر. سأحاول. Excuse me? No way. انظروا. انظروا. لنفتحه. أها. فانيا، لقد وجدناك. ياي. لقد وجدناه. لا، أردت أن أفوز بهذه اللعبة. هل رأيت أين اختبأت مانيا؟ قل لي، لن أخبر أحد. لا، عليك أن تجدها بنفسك. لقد وجدوا فانيا. لقد فزت. لقد فاز! لقد فاز! ياي! انتهت اللعبة! أحسنتم باتباع التعليمات! ضعوا الكثير من الإعجاب على الفيديو! الكثير من الإعجاب من فضلكم! أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بالفيديو! 10 خضروات تجلس في الثلاجة عندما قرروا أمشي إلى الجسر. 1، 2، 3 إنه بروكلي. 3، 2، 1 إنها بصمات. عشرة خضروات تزور مركز تجاري. فجأة في الطابق السحلية تدحرج. 4، 5، 6 إنها سلطة. 6، 5، 4 إنها بطاطس. عشرة خضروات تقفز في المغرفة. اليوم على العشاء سنأكل حيث لذيذ. 7 و8 إنها جزرة حمراء. 9 و10 كل الخضار هنا.